جمهور مصر كيعيد يلبس بصح مرة تصريحات ديال الركراكي. سمعوا شنو قالوا. يا برنس عمل تصريح ناري، عمل تصريح شقلب بالدنيا كده، شقلب بالدنيا في مصر حرفيا يا جماعة. ولكن احنا نقول كلمة الحق عشان الراجل ده مظلوم، الراجل ده مظلوم عشان التصريح اللي طلع. الناس بقى اللي خدته هو التصريح، الناس بقى ايه اللي هتبدأ تنقل التصريح. لما تنقل التصريح فانت انقله كله، انقل التصريح كله، ما تنقلش كلمات وكلمات لا، وتجمع بقى كلمات فالاخر يطلع تصريح ان هو ضد مصر، يطلع تصريح ان هو ايه يعني حاجة جامدة. لا يا باشا اسمع التصريح كده من طاقة، السلام عليكم، خد التصريح من اوله لاخره واعرف تفاصيل التصريح واسمع التصريح من مصر بتحب جدا جدا المغرب. فلما يتقال لك كده وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بيقول لك ولا تعنينا خروجك ولا مش خروجك، ايه ده؟ ايه الصدمة دي؟ وقصة عرب ومع عرب ولا تفرق معانا؟ ايه ده؟ لكن انا طبعا ما يعني قلت لا استنى لازم اروح اشوف الفيديو بتاعه قال ايه. فلما جيت اشوف الفيديو اسمع الراجل قال ايه بالظبط، لقيته بيتكلم ان فعلا احنا تألمنا لخروج المنتخب المصري، المنتخب المصري طريقه غير طريقنا خالص، لكن احنا زعلنا ان المنتخب المصري خرج، لكن مش دي قصتنا الاولانية. هو معاه حق فعلا، انا كواحد بشتغل في مدير فني المنتخب المصري لو المنتخب المغربي خرج ما هقولش اكتر من كده سلام عليكم، اه يعني زعلنا ان انتوا خرجتوا، لكن يعني احنا مركزين على المنتخب بتاعنا. فلما اتقال له العرب وما العرب قال لك برضو احنا برضو ما بنفكرش ان احنا نبقى حامل لواء العرب في اي حته، لا انا بركز على فرقتي وبس. لكن خلي بالك يا عم وليد، خلي بالكوا ناس الجمال بتوعنا اللي كانوا بيشجعونا، والله الناس المغاربه الجمال كانوا بيشجعونا في الماتشات اللي فاتت في كاس امم افريقيا، في مصريين بيتاثروا بالتصريحات دي. التصريحات لما بتتكتب على السوشيال ميديا بالشكل ده بتخلينا نقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده احنا بنشجعكوا، ازاي تعملوا معانا كده؟ ازاي تقول ما يهمكش مصر؟ لكن الراجل ما قالش كده بالظبط، الراجل قال انا زعلنا لخروج، تألمنا لخروج المنتخب المصري، لكن احنا مركزين في فرقتنا، واهم حاجه عندنا ان المغرب يحقق نتيجه كويسه، مالناش علاقه بالفرق الثانيه، ومش احنا اللي شايلين لواء العرب. يعني الراجل ما كانش بيغلط خالص، لكن التصريحات بتتنقل بتبقى صادمه جدا على السوشيال ميديا. تصريحات المدير الفني وليد الركراكي بعد خروج المنتخب المصري من امم افريقيا. خرج علينا بالامس المدير الفني وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، وقال في تصريحاته ان هو مش مهتم لخروج المنتخب المصري لان الموضوع بالنسبه له مش فارق قوي، لان في بطوله امم افريقيا عكس كاس العالم، في بطولة أمم أفريقيا كلنا بنتنافس كعرب وكأفارقة على عكس المنتخب المغربي اللي كان موجود في كأس العالم، فكلنا كنا بنشجع المغرب لأن هم بيمثلوا العرب وبيمثلوا أفريقيا وبيمثلوا الأمازيغ. لكن اللي حصل نفس اللي حصل في موضوع تصريحات اللاعب عز الدين أناحي، كل وسائل الإعلام في مصر وكل وسائل السوشيال ميديا خدت تصريح وليد الركراكي على إنه تقليل من المنتخب المصري. الناس في مصر خدت التصريح بتاع وليد الركراكي وحرفوا فيه شوية، واللي طلع للناس ان وليد الركراكي قلل من المنتخب المصري او قلل من فكرة ان هو كان المفروض انه يدعم المنتخب المصري في خروجه، لكن الرجل طلع وقال ان احنا كلنا بنتنافس عرب وافارقة في بطولة امم افريقيا، فمش من الطبيعي ان انا شجع المنافس بتاعي. وانا معاه جدا في الحته دي، احنا كمشجعين عادي جدا ان انا اشجع المنتخب المغربي واشجع المنتخب الجزائري واشجع المنتخب التونسي، ولكن المسؤولين المدربين او حتى اللعيبه صعب جدا انك تلاقيهم بيشجعوا الفرق المنافسه، لان احنا في الاول وفي الاخر بنتنافس على حاجه واحده بس، لان في النهايه البطوله بطلها واحد بس. اتمنى من الناس اللي بتنقل تصريحات اللاعبين او تصريحات المدربين يا تنقل التصريح زي ما هو يا اما ما تجودش، لان التجويد اللي انت بتجوده على التصريح ده كفيل انه يعمل فتنه بين الشعوب. وليد الركراكي لم يقلل من المنتخب المصري ولكنه بيعتز في كونه مدربا للمنتخب المغربي، واكيد هو شغال على فكره ان المنتخب المغربي يكون بطل امم افريقيا، وده حق مشروع جدا ليه. كامل التوفيق لوليد الركراكي، كامل التوفيق لكل لاعبين المنتخب المغربي اللي ليهم مننا كعرب كمشجعين كامل الدعم فيما هو قادم في بطوله امم افريقيا، وان شاء الله نشوف المنتخب المغربي بيحقق النجمه الثانيه في تاريخه في البطوله الحاليه. اولا المنتخب المغربي عنده ميسيون واحده وانه يربح الكوب دافريكه العام، ما كاينش شي حاجه من غير انه خصو يربح الكوب دافريكه العام. المنتخب السنغالي خرج، المنتخب المصري خرج، دونك هذوك المنتخبات اللي كانوا مرشحين انهم ياخذوا هذا العام الكوب دافريكه، اللي كنقول ان المنتخب السنغالي كل شيء جميع المحللين الرياضيين اللي كيفهموا في كوره كانوا كيقولوا باللي هذا المنتخب
وهو اللي غادي يربح هذا العام الكوب دافريك، وثاني مرشح هو المنتخب المغربي، وكانوا كيرشحوا ان المنتخب المغربي غادي يطيح مع المنتخب السنغالي في الفينال، والمنتخب المصري حتى هو كانوا كحاطين واخا تعادل وداكشي كيقولوا ديما المنتخب المصري عنده ديك لا غرينطا وعنده ديك القتاليه دونك يقد يسلك الفينال، دونك كانت ملعوبه على ثلاث المنتخبات، المنتخب المصري والمنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. في الخروج ديال المنتخب السنغالي وبهذا السيناريو اللي ما مفهومش، لان الصراحه ما فهمتوش البارح كيفاش كوت ديفوار اللي كانت خاسره بربعه والمنتخب اللي كانت خاسر من بربعه خرج وبقات الكوت ديفوار بسبب المغرب، المغرب اللي كان ربح الزامبي بواحد الهدف ديال زياش، تخيلوا الهدف ديال زياش هو اللي عاود حيا المنتخب الكوت ديفواري. والماتش ديال البارح مع المنتخب السنغالي كنا كنشوفوا كوت ديفوار اخرى فريمون، واحد الروح القتاليه وحتى الدقائق الاخيره باش تعرفوا كره كره راه كتلعب على لي ديتاي الصغار، لي ديتاي الصغار الكانيدا فريمون فهمتي مسطيه مفروح. الناس اللي كيفهموا في الكره يقولك احمق كان هو هذا، تخيلوا الدقائق الاخرى جابوا التعادل بيلانتي خطا داروا الجول، قد يدير اي واحد يدير الخطا، خداو البيلانتي ديالهم في الاول كانت عطات الصفرة ومشاو للفار وداك الشيء وعاد المدرب ضحك المدرب السنغالي فاش مشى، ومع ذلك خداو وماركاو البيلانتي ديالهم ومشاو للاشواط الاضافيه وربحوا في البيلانتيات. تخيلوا جزئيه صغيره المنتخب الكوت ديفواري استطاع انه يتغلب على المنتخب السنغالي، تخيلوا معاه. والتصريحات اللي دار المدرب وليد الركراكي باش نوضحوا للجمهور المصري، وليد الركراكي ولا كيعرف كيفاش ينقي الكلمات ديالو، ما بقاش غادي يطيح في هذوك المشاكل اللي كان طاح فيهم قبل، لانه دابا ولا كيعرف اشنو يقول واشنو يختار وكيختار الكلمات بعنايه. فاش كنهضروا على التمثيليه، تمثيليه العرب وتمثيليه ديك الهضره اللي كيقولها بنادم على المنتخب المغربي فاش طاح مع المنتخب المصري في 2021، قال لك كنهضروا على تمثيليه العرب، المصريين كانوا كيلعبوا على رؤوسهم والمغاربه كانوا كيلعبوا على رؤوسهم، ما كاين التمثيليه لا والو فهمتي. فدونك كيقول لك الغلبه للاقوى، المنتخب المصري كان استطاع انه يهزم المنتخب المغربي وداز فينا في الاخر مع السنغال، والسنغال ربحت الكوب دافريك. دونك كتلعب على الجزئيه دونك هو فاش تسول قال لهم انا ما كنعرفش المنتخب من غير المنتخب المغربي، وهذه الهضره اللي خصها تقال. علاش زعما علاش غادي كعاوا الجمهور المصري؟ واصلا اللي غادي يفهم كره غادي يفهم دوك التصريحات اللي قالهم، وانا ما قللتش نهائيا من المنتخب المصري او الجمهور المصري، قال هو بقى فينا الحال غير هو حنا مركزين على الهدف ديالنا هو الفوز بكاس افريقيا هذا العام. لان دابا حاليا انا نقول لكم بكل رجوله المنتخب المغربي معبد له طريق باش ياخذ كاس افريقيا، باش نكونوا واقعيين هاد المنتخبات كاملين اللي دازوا بحال اللي كيقول لك هذا العام شوف الكوب دافريك راه حنا نعطيها للمغرب، المغرب اللي خصو يربح هاد الكوب دافريك. غتقولوا لي واه اليوم مباراه مصيريه، انا نقول لكم مباراه مصيريه، وحنا عندنا واحد الماضي اسود مع جنوب افريقيا. شوف عاوتاني واحد الجزئيه، راه اخر مباراه لعبنا مع جنوب افريقيا خسرنا بجوج لواحد للهدف اللي كان مركزيات. غتقولوا لي واحد كارك داك داك، انا نقول لكم الخوت ديك ليكيب اللي كانوا لاعبين فيها واخا كان بحضور زدياش وحضور حكيمي وكذا، ولكن كان الغياب ديال المرابط اللي كان دخل بلاصو لوزا ولا مع سميتو، يعني كانوا لاعبين كانوا غيابات ديال اللاعبين مهمين في التشكيله، وناحي ما كانش حيت كان باقي دواعي الاصابه، دونك راه كانوا غيابات ديال اللاعبين مهمين. دونك هذا الماتش هذا كاين جميع اللعابه، راه كاين املاح كاين سايس كاين اكرد كاين مرابط، دونك كاين تشكيله متكامله. راه ما كنهضروا حنا على هذا عاوتاني كنقولوا يا بيدخو زياش، لان الى زياش غادي يكمل ثلاثي الرعب، ثلاثي الرعب اللي هو زياش وناحي حكيمي، هاد الثلاثه هادو على اليمين راه كيحيحوا ديال بصح. انا كنقول الا ما دخلش زياش في هذا الماتش هنا غادي يكون واحد لو بروبليم اللي كبير ديال بصح. ولكن يا اخي هاد الكان هذا راه شبعان مفاجآت، شبعان مفاجآت ديال بصح، راه باش المنتخب السنغالي يتقصى بهذه الطريقه والكونغو الديمقراطيه تغلب من المنتخب المصري، علما ان المنتخب المصري انا كنقولها على الاوراق وعلى كل شيء قوى من المنتخب الكونغو الديمقراطي. المنتخب الكونغو الديمقراطي اللي عنده لو بوين فور اللي عنده، انا كنقولها جميع المنتخبات الافريقيه عندها لو بوين فور وكنركز عليه هو السفل. وانا شد لك الماتش من بدايه الماتش حتى الاخر راه صعيبه، راه سي تري ديفيسيل،
راه سي تري ديفيسيل باش انك تجيري الماتش كامل بصوف الواحد وتمشي لاشواط الاشواط اضافيه وتلعب 120 دقيقه في هذيك الرطوبه. راه لاحظوا معايا في الماتش ديال البارح في الميطه الاخرى راه ولاو كيلعبوا بحال هكا لو لاعبين كيهز الكره كيطيح. راه ماشي هو ماشي حيت بعدا شكون لي سوفي حيت الكليبه عندو تماك صعيبه بزاف. هذا باش شكون اقترح الكوت ديفوار باش تلعب فيها كوب دافريك سي تري ديفيسيل باش تلعب في ديك الرطوبه. راه سي تري ديفيسيل ولكن مزيانه حيت ملي كتلعب في ديك الرطوبه وفي ديك المناخ وداك الشيء راك تولي عندك واحد الجاهزيه واحد القابليه قويه تقدر تلعب في اي فريق في اي حاجه. داك الشيء راه كيلعب واحد الدور كبير. علاش دوك اللاعبين لي زافريكان كيكون عندهم واحد الكونديسيون فيزيك واحد السوفل مزيان بسبب الظروف الطبيعيه اللي كيلعبوا فيها. فانا اللي غنقول لكم حنا راه طالما شجعنا المنتخب المصري سواء رابح سواء خاسر كنا كنشجعوا المنتخب المصري، شجعنا المنتخب الجزائري اللي هو دابا الله يهديهم وكذا، شجعنا المنتخب التونسي فاش شي ما كنشاركوش حنا وكيكون شارك شي منتخب اخر كنشجعوا داك المنتخب بكل قلب بكل اي حاجه. فحنا الخوش خاصنا نكونوا متحدين. التصريحات هادو ما خصهمش ياثروا على الجمهور المصري، لا التصريحات ديال السيد المدرب وادي الركراكي راه كان باغي يوصل فكره انه مفوكاليزي على الكوب دافريك، انه باغي يدير كوب دافريك ما مركز على شي حاجه من غير انه يفوز بكوب دافريك. فهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساوش انكم تعطيو الاراء ديالكم، وتبارك الله عليكم، وكنتمنوا الحظ الموفق للمنتخب المغربي في المقابله ديال المنتخب الجنوب الافريقي ان شاء الله مربوحه ان شاء الله.